كل وسائل الإعلام في كل حتة في العالم في الكرة الأرضية اهتمت بالتصريح اللي قاله الرجل المحترم البابا الفاتيكان لما قال وصرح بأنه لازم تندرج رحلة العائلة المقدسة في مصر تندرج تحت أماكن الزيارات اللي المفروض كل المسيحيين في العالم لازم المفروض أن هم يزوروها. ده تصريح مهم جدا كل العالم اهتم بيه، ولكن أعتقد أن احنا هنا في مصر ما اهتمناش بالشكل اللائق لهذا التصريح، وأن احنا نجهز إزاي ممكن نستغل أو نستفيد من هذا التصريح بشكل كبير. بلاد كتيرة جدا في العالم على فكرة قايمة على تصريح زي كده من السياحة فقط، السياحة الدينية. حوالين هذا الموضوع الهام جدا الأستاذ روبير الفارس الكاتب الصحفي منورنا في الاستوديو. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك فندم؟ الله يخليك، شكرا. مبدئيا كده ادي بعد اذنك فكره للمشاهدين عن رحله العائله المقدسه. اعذر جهلي ان انا ما اعرفش فين رحله العائله المقدسه، بعد اذنك تدينا الفكره. هو مين العائله المقدسه الاول برضو نقول له؟ ستنا العذراء والمسيح ويوسف النجار. تمام. يعني دول العائله المقدسه، يعني مشهور التايتل ده عنهم في العالم كله. نعم. مفيش دوله في العالم زارها السيد المسيح له المجد الا مصر. نعم. يعني هو عايش حياته في فلسطين وهو زار مصر بس، وده في الإنجيل، يعني حاجة مكتوبة كل مسيحي العالم بيؤمنوا بيها. نعم. إن قم وخذ الصبي وأمه وأهرب إلى أرض مصر. فأرض مصر اتباركت طبعا، زارها أنبياء كتير جدا طبعاً. بس وانفردت بزيارة المسيح في أرضها، وده من يعني من شرق مصر اللي هو المدخل المعبر الطبيعي في سيناء، من فلسطين لسيناء ولحد أسيوط في جنوب مصر. تمام. فاتباركت مصر بزيارة المسيح، والأقباط خلدوا ده بإقامة كنائس وأديرة في بعض أماكن الزيارة، هم 22 مكان. نعم. الأماكن دي يعني مهمة جدا لكل مسيحي العالم. البابا الفاتيكان لما أدرك ده في كتالوج زيارات الكاثوليك، الكاثوليك عددهم أكتر من 2 مليار في العالم كله، فده مكسب اقتصادي سياحي ضخم جدا. طبعا احنا كتبنا كتير طبعا جدا لمسار العائلة المقدسة، الأماكن اللي زاروها مش مدرج في وزارة السياحة. نعم. فأخيرا الوزارة اهتمت، وفورا لأن الكلام مكتوب في الإنجيل، فأول ما عرضوا على بابا الفاتيكان دشن ده وعمل ده. فعلا هو بيحب مصر جدا طبعا، وقال ده لما كان هنا في أبريل الماضي. نعم. المطلوب مننا إحنا إيه؟ ده هو السؤال. احنا عندنا انا بعد اذنك قبل ما نخش المطلوب مننا ايه، دي مرحله هنتكلم فيها وده مهم جدا، لكن احنا طبعا احنا معانا صور كتير حضرتك جايبها لنا بعد اذن سيادتك. احنا بس عايزين نعرف او ناخد فكره عن الاماكن اللي المفروض المسيحيين في العالم كله ممكن يجوا يزوروها في مصر. احنا عندنا اماكن كتيره يعني. في القاهره الكبرى هنا في اكتر من مكان. نعم. دي كنيسه العذراء كنيسه ابو سرجة سوري في مصر القديمه. نعم. اللي هي محطه ماري جرجس، ودي نعم اترممت مؤخرا. أيوه. ده دير المحرق في القصيه اسيوط، دير ضخم جدا ومن اهم الاديره في العالم. وده السيد المسيح والعائله المقدسه قعدوا فيه 6 شهور. عظيم. والكنيسه الاثريه اللي هناك هي الكنيسه دشنها المسيح بنفسه. نعم. فيعني اماكن ايه تاني؟ ده في العذراء المعادي على النيل، دي كوم ماريا في شرق النيل في ملاوي. نعم. الأنبر ديمتريوسوس في ملاوي بيعمل كرنفال حلو جدا في النيل، وبيدعو ليه، ده مجهود فردي. نعم. بيدعو ليه السفراء سفراء الدول انهم يحضروا اليوم ده في هناك مكان اسمه كوم ماريا، يعني المكان اللي عاشت فيه العذراء مريم مع المسيح. نعم. وبيروحوا الناس عن طريق النيل والمراكب الشراعيه مرسوم عليها الرحله. نعم. فده كرنفال حلو جدا. ده ايه الدير ده او ده ايه؟ ده كنيسه العذراء المعادي. تمام. دي العذراء المعادي، ودي برضو على النيل. ايوه. في القاهره. يعني بتجمع ما بين جمال مصر الطبيعي وما بين الاثر الديني. يعني المفروض السائح المسيحي لما يجي يزور
يزور مصر عشان يزور أو يحج للرحلة المقدسة، بيزور كم مكان المفروض؟ لا هو مش محدد يزور كل الأماكن، مش لازم يروح ل 22 مكان. تمام. لكن في أماكن حسب تخطيط بقى شركات السياحة. عظيم. وحسب الأماكن اللي هي مؤهلة للزيارة. عظيم. يعني مصر القديمة ماري جرجس المعلقة دي فيها أماكن كتيرة، كنايس وأماكن حلوة جدا، العذراء المعادي، وادي النطرون، في أماكن كتيرة أنت يعني عندك كتير اللي هو حبه، يعني حابب جو صحراوي هيلاقي وادي النطرون، حابب الجو نيلي هيلاقي العذراء المعادي ودير جبل الطير في صمالوط برضو على النيل. عظيم. أنت عندك غنى وثراء أثري وسياحي وطبيعي جميل جدا، لكن للأسف مش مستغل. نعم. يعني نعم. يعني كان المهم جدا، على فكرة التلفزيون المصري منتج أفلام عن رحلة العائلة المقدسة، وفي فيلم مهم عملها المخرجة سماحة الغنيمي. نعم. الأفلام دي ما تعرضتش ليه مؤخرا؟ الرحلة ليه مش مدرجة في مناهج التربية والتعليم؟ عشان كده أستاذ روبير أنا بقول في أول الفقرة إن إحنا للأسف يعني أو نعتقد في هنا برنامج نارك سعيد إن إحنا ما اهتمناش بشكل كافي. ده حقيقي فعلا. هذا التصريح اللي قاله البابا الفاتيكان. طيب خلينا نبص بقى يعني نعالج ونحاول هو في الإعلام المصري هو عاوزين إن احنا عاوزين نحمس المسؤولين. أيوه. فعايز أقول لهم إن فضل. في دول قايمة على أمور وهمية غير موثقة بتكسب مليارات وملايين الدولارات زي تركيا. نعم. تركيا عاملة حاجة اسمها بيت العذراء مريم. ده مش تاريخيا مش صح. يعني هما بيقولوا ان العذراء مريم في اخر ايامها راحت تركيا عاشت في البيت ده. فالبيت ده بقى بيزوروه المسيحيين من كل العالم. نعم. تاريخيا الكلام ده مش مظبوط لان هي ماتت في القدس يعني. ما راحتش تركيا. لكن البيت ده سياحيا بيكسب وبيكسب تركيا، وبص تركيا باتجاهها المتعصب وفكرها المنغلق واحتوائها للإخوان، لكن في نفس الوقت هو بيلعب اقتصاد وسياحة، فبيستفيد من وجود المكان ده، مجرد مكان كده صخري ومعمول فيه أوضة كل العالم المسيحي بيروح يزوره. أستاذ روبير إحنا عندنا ثروة يعني سياحية في مجال الدين، السياحة الدينية أو السياحة الأثرية مش موجودة تقريبا في العالم. صحيح. خلينا نبص بصورة إيجابية عشان نشوف هنعمل إيه. من وجهة نظر سيادتك حضرتك إن إحنا المفروض إن إحنا وسائل الإعلام تهتم بهذا الموضوع. طبعا. إيه تاني؟ بص في رأيي الشخصي ده حدث كبير جدا. لبنان عاملة يوم عيد ميلاد فيروز أجازة قومية. فيروز كلنا بنحبها يعني وهي تستحق لها. طب انت عندك حدث ما تكررش في التاريخ، حدث بيخلي مصر نفسها مذكوره في كل مكان في العالم المسيحي، وزي ما قلنا الكاثوليك بس اكتر من 2 مليار حوالين العالم. ليه اليوم ده ما عملوش اجازه قوميه اللي هو 1/6 ذكرى دخول العائله المقدسه مصر؟ حضرتك الاجازه طبعا ما بتكلمش كاجازه علشان ما نروحش الشغل. نعم. انا عايزه حدث قومي احتفال. بالزبط. وسائل الاعلام في اليوم ده تعرض الافلام، تزور الاماكن، تعمل دعايه في المدارس، اصل انت مش مهتم بحاجه عندك. صحيح. الغريب هيهتم بيها ازاي؟ نعم. خان الخليلي عندنا مجسمات فرعونيه، مجسمات من كل العصور، ليه الصناع ما يبقاش في خان الخليلي يعمل مجسمات لرحلة العائلة المقدسة؟ نعم. سواء للأديرة أو الكنائس أو الرحلة نفسها اللي هو العذراء ويوسف والمسيح الطفل مع الحمار ده كشكل. نعم. يبقى معبر عن مصر. طيب مستر روبير برضو يعني احنا خلينا نبص نحاول نبص بأسلوب إيجابي عشان نفكر وندي آراء كثيرة أكثر من كده. حضرتك ممكن يعني احنا ايه كشعب مصري ممكن المفروض يعمل ايه، والمسؤولين عن الدوله ممكن يعملوا ايه لاستغلال التصريح ده؟ المسؤولين عن الدوله طبعا هم رقم واحد ان هو يروج بره، بس يهتم بالاماكن دي لان في مواقع عايزه اهتمام تنظيف، عايزه اهتمام ترميم. يعني شجره العذراء مريم في المطريه. نعم. مهمله جدا. الطريق مش ممهد، المكان نفسه ما بقاش، الشجره نفسها مش يعني ناس بتقطع منها وبتكسر، فده بوظ فيها كتير طبعا. انت عندك لازم شعبك يعرف.
نعم. يعني لازم الناس تعرف رحلة العائلة المقدسة لمصر، مسلمين ومسيحيين، فتبقى في مناهج التربية والتعليم. نعم. احنا عندنا احياء كتيرة جدا متعددة اسلامية ومسيحية على فكرة. يعني عندنا السيدة زينب، السيدة عائشة، ماري جرجس، سانت تريز، دير الملاك. ما عندناش ليه حي باسم السيدة العذراء مريم؟ نعم. ودي الفكرة اللي انا اقترحتها في مقال ليا قريب. نعم. عايزين مثلا يبقى في العاصمة الجديدة او في منطقة زي الزيتون او المطرية او كده، انت استغل الحدث وروج له داخليا عشان لما الناس تيجي او تعرف بره اللي جوه كمان يحتفي بيه. نعم. يعني انا ساكن قرب المعلا، بشوف احيانا مدارس بتعمل رحلات للمنطقه دي، فده حلو، بس عمم، ادرجها في المناهج. خلي فين طوابع البريد؟ كانوا في فتره الاحداث التاريخيه لما اتبنت الكاتدرائيه ايام جمال عبد الناصر عملوا طابع تذكاري. عايزين طابع تذكاري رحله العائله المقدسه، البابا وهو بيدشن الصوره دي بتاعه العائله المقدسه في مصر وفيها الهرم باين والنيل، ده الصوره دي ممكن تتعمل طابع بريد يبقى دعائي في كل العالم. الحاجات كتيرة جدا ممكن تتعامل، بس لما تكون عندك إرادة انك انت عايز تكون اقوى من اقتصاديا، اقوى من التطرف او السلفية اللي هي رفض الاخر، لا ده انا احتفي بده جدا واكسب منه، ودي سياحة دينية موافقة مع المزاج المصري، لانها مش زي، يعني انا طبعا بشجع كل انواع السياح، بس دي بالذات هتلاقي فيها ايه قبول، لان الناس بتروح تزور كنائس واديوره. نعم. فماشيه مع فكره الدين. فده مهم انك تروج له. وبعدين احنا عندنا حاجه غريبه في اسماء الشوارع، ما تعرفش، ما فيش اي تخطيط، بتيجي كده وفيها حاجات مضحكه وطريفه. نعم. يعني في الزيتون في شارع سليم الاول والموازي ليه شارع طومان باي. سليم الاول هو اللي قتل طومان باي، فانت عندك القاتل والمقتول ليهم اسماء شوارع. حاجه طريفه. نعم. الخليفه المامون ده قتل مصريين مسلمين ومسيحيين كتير جدا. وعندك اكبر شارع في مدينه نصر باسمه. طب ميدان كبير باسم العذراء، ميدان رحله العائله المقدسه، لما يجي يدرج في الكتالوجات وفي شركات الطيران والسياحه وكده، السائح الاجنبي يعرف يسال في ايه هنا. هي جت ياخد باله يرجع لمراجعه الدينيه. فانت بتروج. نعم. انت محتاج يعني لجنه تكون مسؤوله عن ده، وما تكونش لجنه دينيه بس، لجنه سياحيه، خبراء سياحيين يستفادوا من حدث كبير زي ده، هيجيب لنا ملايين الدولارات. العذراء لورد في فرنسا ده مكان حديث. نعم. 60 مليون زائر سنويا بيروحوا فرنسا علشان العذراء في مدينه لورد، وليه احتفال سنوي كبير. واحنا عندنا اساسا مسار العائله المقدسه، يعني بكل اللي هي طبعا العذراء ما راحتش فرنسا سنين. اساسا لكن هم بيستغلوا قصص معجزيه وعملوا عليه المزار ده واستفادوا منه جدا ماديا. فانت عندك مصر غنيه على فكره. مصر غنيه، بس محتاجه لده. احنا بقول لحضرتك من سنين بنقول يا جماعه مسار العائله المقدسه مشكور، وزير السياحه اتحرك. نعم. فاستجابت الفاتيكان وعملت دعايه كبيره وادرج في كتالوجها الرحله. فانت بقى عليك اعمل دعايه داخليه، عرف الناس، احتفي بيها. يعني زي ما قلت حضرتك بلاش الاجازه بالمعنى اللي هو الغياب وان احنا رايح، انما لازم يبقى في احتفال سنويا. الكرنفال بتاع نبرز ما عندنا، الكرنفال بتاع الانبا ديمتريوس في ملاوي، لما تلاقي مراكب النيل وعليها المنظر الجميل ده وسفره بيروح، وهو الراجل بيعمله بشكل فردي، مفيش مره تلفزيون راح او قناه خاصه يروح يصور المنظر الجميل ده. استاذ روبير ارجوك قول لنا، ما احنا بنقول احنا كتبنا كتير. احنا انا كتبت ده كتير وغيري مش انا بس. لكن انت دلوقتي محتاج تصور الاماكن دي، تصور، وعلى فكره فيها اكتر من صوره حلوه لمصر، مسلمين ومسيحيين تلاقيهم موجودين في مولد العذراء، في درونكا، في صمالوط اللي هو جبل الطير، في القصيه. فانت بتدي صوره انك انت الجبهه الداخليه عندك قويه جدا، والوحده الوطنيه متعشقه. صحيح. لان الاماكن دي شعبيه، ما فيهاش بقى الشكل الرسمي اللي هو قسيس بيبص شيخ، لا ده الناس من نفسها هي اللي بتروح. فدي صوره تتصدر للخارج. نعم. حلوه. نعم. لكن في مره حصل ان يبقى مولد للعذراء شغال وتلاقي التلفزيون راح صور وادى حلقه هناك وبين الاماكن المقدسه وصور مع مسلم ومسيحي بشكل طبيعي جدا. ناس فرحانه بتاكل وتشرب سوا، بتزور الاماكن سوا، بيولعوا شمع سوا. ده وايه
الآثار كمان اللي موجودة من القرن الرابع معظمها على فكرة. يعني أكبر من دول جنبينا. تلاقي عمر كنيسة في مصر أكبر من عمر دول عاملة نفسها أنها دول بقى وعدوا. أستاذ زبير أنا في الفقرة دي ما حاولت قد ما أقدر أنا ما أقطعكش عشان تقول كل اللي جواك وكل اللي نفسك أن هو يحصل لبلدنا. يعني ده حقيقي. لمصر مش علشان بشوف كتير رحلات دون قطع كلامك بشوف رحلات داخليه بقى للمصريين اقامات مصر ان هم بيروحوا يزوروا الاماكن دي كتير جدا. طبعا دي موجوده طول السنه. موجوده الكنيسه بتعمل رحلات داخليه على طول. لكن مش مربحه للدوله. طبعا انا بتكلم طبعا احنا عايزين يبقى سياحه خارجيه. يعني السياحه الخارجيه في المجال ده اصل الناس بتتكلم على الدين. هو انت عندك حدث موجود عنده في الانجيل. فمش محتاج تتكلم فيه. حدث مذكور صحيح. انا بقول لحضرتك تركيا بيت العذراء مريم ده افتكاسه بس بتكسب منه. ماشي. كويس انك انت بتقول لنا المعلومه دي ان احنا مقصرين للاسف. احنا مقصرين. صحيح. مقصرين في حق نفسنا فعلا. يعني لان انت عندك الاماكن. عندك الحدث وعندك الاثر. وعندك الطبيعه. فايه اللي باقي انك بس تهتم وتبلغ الناس وتعلن وفي الاعلان. يعني فكره المجسمات اما تمشي في خان الخليلي وتلاقي التعدد ده. اثار فرعوني اثار اسلامي واثار مسيحي. تمام. ده انت كده احسن دعايه تعملها للامن والامان اللي في مصر وافضل من ملايين البرامج اللي تقول فيها والخطب الكلام ده. استاذ روبير الفارس الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لي. اتمنى ان في خلال الفقره دي ان كل اللي حضرتك قلته والرسائل اللي حضرتك قلتها توصل ان شاء الله للمسؤولين. نهتم بنفسنا. ما هو يعني احنا كده لما بنعمل الاستاذ روبير بيقوله ده احنا بنهتم بنفسنا. احنا بنهتم ببلدنا. احنا بنهتم بتاريخنا وتراثنا. بنهتم بتاريخنا. بنهتم بديننا. بنهتم بكل حاجه. اتمنى ان شاء الله انه نهتم بالتصريح الهام جدا لبابا الفاتيكان وسير العائله المقدسه في مصر. المفروض انها تبقى منشط في كل حته في العالم في الكره الارضيه عشان يجوا يزورونا عشان السياحه والسياحه الدينيه. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لك. شكرا. فاصل وراجعين حالا.